بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي وتحت شعار مسؤولية يصلح أن يكون منهاجا المصالحة الوطنية أثمرت عن تشكيل 29 مجلس إسناد و13 مجلس قيد التشكيل في عدد من المحافظات والمدن التي كانت تعد من المناطق الساخنة، وحظيت هذه المجالس بدعم من الحكومة مادياً ومعنوياً إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها وما زالت تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة في تنفيذ المشاريع الخدمية المختلفة في مناطق مجالس الإسناد ومجالس الصحوات.